بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين جميعا. اكلمكم عن الايه اللي بتقول ان اراد احد ان يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. الايه دي قالها السيد المسيح: إن أراد أحد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. الآية بتتكون من شقين، الشق الأول إنكار الذات، والشق الثاني هو حمل الصليب. أكتر حاجة بتعطل مسيرتنا الروحية هي ذات الإنسان. عشان كده قال ينكر نفسه أو ينكر ذاته، ودي النقطة دي اللي سقط فيها آدم أبونا وأيضا حواء أمنا. فما الشيطان قالهم وقال لهم: تصيراني مثل الله عارفين الخير والشر. عايزين يكبروا فصدقوا كلام الشيطان انهم سيصيراني مثل الله. حاجه صعبه قوي، يعني مش كفاية ان هو اعطاهم الحياة ومش كفاية انهم عايشين في جنة، لا كمان عايزين يصيراني مثل الله. والمشكلة دي ايضا واجهت قايين الذي قتل اخاه هابيل عندما رأى أن ذبيحة هابيل أخيه قبلت، ولكن التقدمة بتاعته اللي قدمها رفضت. هي رفضت مش عشان الله يعني بيجامل هابيل، لا، هي عشان أصلا التقدمة اللي قدمها قايين كانت من ثمار الأرض الملعونة. لأن بعد ما أخطأ آدم وحواء الله قال له كده: ملعونة الأرض بسببك، شوكا وحسكا تنبت لك. قايين لما قدم من هذه الأرض الملعونة، عشان كده رفضت العطية بتاعته. ولكن هابيل قدم من خيار الغنم فقبلت هذه التقدمة من يد هابيل. فكانت النتيجة أنه حسد أخاه وقام على أخيه وقتله. ازاي يبقى اخويا احسن مني؟ هي دي مشكلة الانسان في كل جيل من الاجيال. ليه فلان يبقى احسن مني؟ شوفوا مثلا، نلاقي في العهد القديم انه أهل بابل قالوا كده: نبني لأنفسنا برجا يكون رأسه في السماء. حاجة عايزين يبقوا عاليين قوي وظاهرين. كانت النتيجة مع الأسف الشديد إن الله نزل وبلبل ألسنتهم.
فبقى هما ما يفهموش بعض. ومن تلك اللحظة انتشرت اللغات واللهجات في العالم كله. كان العالم وقتها بيتكلم لغة واحدة. وعلى فكرة برضو في السماء بعد العمر الطويل ليكم كده بعد القيامة العامة والحياة في الملكوت هتبقى لغة واحدة، مش هيبقى في لغات مختلفة زي دلوقتي في العالم الحالي. وبعدين نقرأ عن نبوخذ نصر ملك بابل برضو بعد ما بنى مدينة بابل، وقف على السطح بتاع بيته قصر بتاعه وقالها كده: هذه بابل العظيمة التي أنا بنيتها بقوة اقتداري ولجلال مجدي، بنيتها بقوة اقتداري ولجلال مجدي. حاجة طبعا صعبة قوي ان واحد يفتخر بالطريقة دي. وكانت النتيجة ان الله سقطوا وحولوا من انسان الى حيوان، وبقى بيمشي على اربعة زي الحيوانات، ويأكل عشب الارض 7 سنوات متواصلة وهو على هذا الحال، يأكل عشب الأرض ويمشي على الأربعة لغاية ما ربنا عفى عنه بعد كده ورجعه تاني. فقوة اقتداري دي معناها دي ذاته عالية قوي، شايف نفسه أنه عمل عمل عظيم ولجلال مجدي. الإنسان بينسى أنه هو أصلا تراب. الكلام ده قاله ربنا لآدم، قال له: يا آدم أنت تراب وإلى تراب تعود. فرعون ملك مصر لما راح له موسى وقال له: الله بيقول لك أطلق شعبي ليعبدوني في البرية مسيرة 3 أيام. قال: من هو الله؟ أنا لا أعرف الله. شايف نفسه إن هو بس محدش تاني معاه، هو القمة وهو الملك وهو الإله نفسه. زمان كانوا الملوك عايزين الناس تعبدهم، وده اللي حصل مع هيرودس الملك لما الناس بقى عاوزين يستعطفوه وهو بقى اتكلم، فصرخوا وقالوا: هذا صوت إله وليس صوت إنسان. فلم يعطي هيرودس المجد لله، فانتعشوا وافتخر كده، فضربه الدود ومات لأنه لم يعطي المجد لله. فالملك زمان كان عامل نفسه إن هو الإله. وده اللي حصل مع دانيال النبي. الناس اللي هم كانوا ضد دانيال راحوا للملك وقالوا له: يا جلالة الملك، اعطي أمر أن كل واحد يريد أن يطلب شيئا لا يطلب من إله ولا إنسان إلا منك أيها الملك، أنت الإله وأنت الملك وأنت كل حاجة. فأصدر هذا الأمر لأنه مغرور برضه، شايف نفسه أنه حاجة كبيرة، والناس ضحكوا عليه وقالوا هذا الكلام. فدانيال النبي مرضيش بقى يسمع الكلام، ففتح الكوة بتاعته زي الشبابيك بتاعته في الأوضة اللي عايش فيها، وبدأ يصلي إلى الله وهم مراقبينه ما عايزين يمسكوا عليه غلطة. فراحوا للملك وقالوا له: أنت أصدرت أمر كذا وكذا، ولكن دانيال العبراني اللي أنت عملت فيه وسويت فيه وخليته حاجة كبيرة
بيطلب من إله آخر غيرك أنت يا جلالة الملك. إيه ده؟ فالمنصب أحيانا بيغري الإنسان ويخليه يفتخر بنفسه، وهي دي الذات البشرية. بعدين نلاقي مثلا شاول الملك، أول ملك على إسرائيل بعد ما داود الفتى الصغير قتل جولياط، وغنت النسوة وقالت ضرب شاول الألوف وداود الربوات، الربوات يعني عشرات الألوف. فسمع الكلام ده الملك شاول اتغاظ، قال أعطوني أنا الألوف وأعطوا لداود الربوات، هيجي له يوم بيبقى هو الملك وتراحت علي. فبدأ إن هو يحط عينه على داود عشان يموته ويخلص منه. وهكذا قاده الكبرياء، وقاده قادته الذات البشرية إن هو يدور على وسيلة لقتل داود، ولكن ربنا حفظ داود. حوالي 10 مرات يحاول يقتله. هي دي سمة الإنسان للأسف، إنه ذاته عالية مش عايز حد غيره. أنا قلت كده يعني قلت كده، ما حدش راجعني. حصل كده أيضا مع 2 من الآباء الرسل، يعقوب ويوحنا ابن زبدي، قالوا للسيد المسيح قل أن أمه قالت كده، أمهم قالت قل أن يجلس ابني واحد عن يمينك وآخر عن يسارك في مجدك. وبص لهم كده السيد المسيح قال لهم لستما تعرفان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربه أنا؟ فقال له نستطيع. أتستطيعان أن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ أنا بها؟ قال له نستطيع. فقال لهم الحاجات دي هتحصل لكم ولكن الجلوس عن يميني ليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من قبل أبي الذي في السماوات. حتى الآباء الرسل، مين هو الأعظم؟ مين هو الأكبر؟ مين هو المتقدم؟ دي ضربة بشرية موجودة في البشر، عايزين يبقوا دايما عاليين قوي. ده اللي حصل في كنيستنا برضو في العصر من العصور، لما كانت كنيسة الإسكندرية هي المتقدمة في المجامع المسكونية، فبقيت الكنائس التانيين اتضايقوا واتغاظوا من كنيسة الإسكندرية، فبدأوا يعملوا مؤامرات لغاية لما حدث في مجمع خلق دنيا سنة 451، حصل بقى انقسمت الكنيسة في هذا اليوم في سنة 451، وقرروا نفي البابا ديوسقورس وتجريده من رتبته، واتنفى حوالي 6 سنوات بعدما أشبعوه من الضرب ونتفوا له دقنه وبهدلوه. ولذلك الكنيسة بتسميه بطل الأرثوذكسية، أنه حافظ على الإيمان السليم، بس للأسف الكنائس التانية ما اعترفتش بهذا لأن الذات بتاعتهم كانت عالية مع الأسف. ما احترمنا لكل الكنائس، لكن دي هي دي بقى سمة الإنسان البشري، هي الذات العالية اللي عايز دايما الإنسان يبقى متقدم وظاهر.
يبقى هو الأول. وفي عصور مختلفة من عصور الكنيسة كانت الكنيسة الكاثوليكية تريد أن تضم لها كنيسة الإسكندرية عشان تبقى هي الرئاسة، واخد الرئاسة بتاعت كنائس العالم كله، ولكن أبانا البطاركة رفضوا هذا الأمر في أوقات مختلفة. هي سمة البشر، عايزين يبقى هم اللي ظاهرين وهم أصحاب الكلمة الأولى، والواحد عاوز يبقى هو اللي في المواجهة ويدوس على بقية الناس. هي دي الذات البشرية. إن أراد أحد أن يتبعني فلينكر ذاته أو ينكر نفسه، دي حاجة ضرورية ولازمة. ولذلك نجد لما أراد السيد المسيح أن يتجسد أخذ شكل العبد وصار في شبه الناس، وولد من القديسة العذراء مريم المتضعة، لأنها قالت كده للملاك غبريال لما بشرها، قالت نظر إلى اتضاع أمته، أمته يعني عبدة، وهي دلوقتي ملكة السمائين والأرضيين، لكن كانت بتقول الكلام ده وهي لسه شابة صغيرة، نظر إلى اتضاع أمته. فالسيد المسيح عكس الحكاية، من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، لكن اللي عاوز بقى يمشي في الوجاهة والمناظر والأبهة وإذا مرض يسموه البارانويا، مرض العظمة اللي ممكن يصيب الإنسان للأسف. هي دي أساس كل حاجة في كل متاعبنا، إن احنا عندنا مضروبين بحب الذات. الشياطين تقابلوا مع القديس مقاريوس الكبير وقالوا له انت حيرتنا معاك، انت تسكن البرية ونحن كذلك، انت تصوم ونحن لا نأكل، انت تسهر ونحن لا ننام، ولكن بشيء واحد تغلبنا هو اتضاعك. السيد المسيح أخذ صورة الاتضاع، والآباء القديسون كانوا أيضا بيأخذوا شكل الاتضاع. القديس أنطونيوس الكبير قال الاتضاع والمسكنة يخدعان الوحوش لنا، الاتضاع والمسكنة يخدعان الوحوش لنا. لكن حكاية واحد عزيب الأول والمتقدم والظاهر، شوفوا السيد المسيح يقول إيه، يقول إذا دعيت إلى وليمة فخذ آخر المتكأ حتى إذا جاء رئيس الوليمة يقدمك إلى قدام فيكون لك الكرامة. خذ آخر المتكأ. مرة القديس أنطونيوس الكبير كان قاعد مع مجموعة من الرهبان وكانوا بيتناقشوا في حاجات، وفي واحد كان فيهم اسمه الأنبا يوسف، فبصله القديس أنطونيوس وقال له ما رأيك يا أنبا يوسف؟ فقال له أنا لا أعرف يا أبي. الرد ده مش معناه انه ما يعرفش، لكنه ما يعرفش انه يتكلم في وجود اب البريه قديس انطونيوس الكبير. فرد عليه القديس انطونيوس وقال له لقد عرفت الطريق بقولك يا اعرف يا بقولك لا اعرف يا انبا يوسف، لقد عرفت الطريق بقولك لا اعرف. طريق الاتضاع، طريق المسكنه. كثير من الآباء الرهبان كانوا بتحاربهم الشياطين
فكانوا بينتصروا على الشياطين بالاتضاع. لكن واحد بقى من نفس شاطر وجدع مرة عملها واحد من الرهبان، جاب نار كده في الأرض وقال مين يقدر يحط رجله في النار والنار لا تمس ولا تؤثر فيه. طبعا كلهم امتنعوا عن الإجابة، لكن هو راح واقف وقال أنا وحط رجله في النار، وبمؤازرة من الشياطين ما عملتش فيه حاجة النار. وطبعا افتخر وانتشى بقى وبقى حاجة كبيرة قوي، لكن كانت نهايته للأسف سيئة جدا جدا جدا. الشياطين لعبت به وراح بقى في الهلاك الأبدي. دي مشكلة أساسية في حياتنا، نحاول دايما نخفي ذواتنا، نحاول نتضع، نحاول ننسحق. ولذلك لما احنا بنيجي نقف قش الكنيسة نسجد قدام الهيكل نقول أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس بمخافتك. يسجد الإنسان بانسحاق ويقول الكلمتين دول، لكن يخش كده منتشي ولابس أحسن لبس ويظهر بقى عظمته، بيكون نتيجته طبعا الضياع والهلاك الأبدي. الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. ننتقل للنقطة الثانية بقى. احنا قلنا الآية إن أراد أحد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. النقطة الثانية هي حمل الصليب، وكده قال السيد المسيح، خصوصا احنا جايين على احتفالنا بعيد الصليب، قال كده السيد المسيح: من لا يحمل صليبه فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. من لا يحمل صليبه فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. فلازم الإنسان يحتمل الصليب اللي جاي له عليه ويقبله برضا وبشكر. مرة واحدة ست قصة يعني بتقول كده، كانت حاسة أن عليها صليب شديد وعمالة يعني تتذمر وكده، فنامت بالليل وهي نايمة ملاك خدها ودخلها في صالة كبيرة زي كده مليانة صلبان. أول صليب هو صليبها هي، شافت الصليب بتاعها، والملاك الله قال لها مر على كل الصلبان واختار لنفسك الصليب اللي يريحك. فمضى مشيت، فضلت ماشية، الصليب ده طويل، الصليب ده عريض، الصليب ده مسنن، الصليب ده تقيل، الصليب ده كذا والصليب ده كذا. فضلت تلف في الأوضة لفة كاملة كده لغاية لما وصلت عند الصليب بتاعها الأولاني، وقالت إنه أكتر صليب يناسبها، فاقتنعت بالرؤية دي، واقتنعت بعد كده إن هو ده صليبها، ولازم تقدم الشكر باستمرار إلى الله من أجل هذا الصليب اللي هو أعطاه لها. المسيحية ما فيهاش تذمر، احنا بنقول نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. ولا يمكن الواحد يدخل السماء إلا ما يشيل الصليب وهو داخل. وبولس الرسول قال كده: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. يعني لازم الإنسان يخش في شركة آلام المسيح المخلص متشبها بموته. و
السيد المسيح نفسه قال الحبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. لمنكم راح الغيطان يلاقي إن الفلاح في موسم القمح ياخد حبات القمح ويمر في الأرض كده ويوزعهم عشان ينتشروا في الأرض، وبعدين كان زماني بالفاس كده يقعد يقلب الأرض عشان الحباية تخش جوه الأرض وتدفن. دلوقتي بيعملوا كده بآلات طبعا وحاجة زي كده وجرارات، ومش بس كده، حباية الأرض لازم تنزل في الأرض، حباية القمح تنزل في الأرض ويتداس عليها تأتي بعد كده بثمر. إن لم تقع في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، يعني لو تثابت فوق الأرض كده ما فيش، مش هتجيب فايدة، لكن لازم تدفن في الأرض وهي تبقى وحدها. ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. الصليب ده أنواع، في أو مثلا صليب منتشر حسب ظروف كل واحد، زي صليب المرض، كل واحد فينا عنده أمراض معينة بيعاني منها، ولو إنسان روحي بيقبل المرض ويشكر الله عليه يقول له أشكرك يا رب أنك أنت فاكرني وبتجيب لي هذه الأمراض علشان أقترب منك أكتر فأكتر، وده من ضمن الصلبان. صليب تاني هو صليب الضيقات، السيد المسيح قال في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن في نفس الوقت يقول في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. بكل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. الضيقات أشياء ضرورية ولا بد أن تحدث لكل إنسان فينا، وقال كده السيد المسيح بضيقات كثيرة ينبغي أن تدخلوا ملكوت السماوات. لازم الإنسان يعود نفسه أن يحتمل الضيقات. حاجة ثالثة، صليب التجارب، صليب التجارب. قديس يعقوب يقول كده، يقول احسبوه كل فرح يا إخوتي عندما تقعون في تجارب متنوعة، لأن تجربة إيمانكم تنشئ صبرا، والصبر له عمل تام لكي تكونوا كاملين غير ناقصين في شيء. ربنا بيسمح بالتجارب، وفي الآخر القديس يعقوب بيقول إيه، طوبى لمن يحتمل التجربة فإنه ينال إكليل الحياة. واحد حصل له تجربة ويتذمر يبقى ده مش عاوز يشيل الصليب، عاوز يتهرب من الصليب. لكن ما ينفعش أبدا أن الواحد يتهرب من الصليب، لأن السيد المسيح قال يحمل صليبه ويتبعني كل يوم. في قصة رمزية كده بتقول أنه واحد وهو ماشي في الأرض يلاقي في الظل بتاع الرجليه الاثنين معهم اثنين تانين، ويطمئن ان المسيح ماشي معاه. كل يوم على الحال ده يلاقي ظل اربع رجلين، وبعدين في يوم جات له تجربة
فبص له هو الظل لقى اتنين بس، فوقف يعاتب ربنا: يا رب انت عند كل يوم في الايام العاديه بتمشي معايا، ودلوقتي لما انا في الضيقه وفي التجربه بتسيبني؟ فسمع صوت قال له: لا انا ما سبتكش، ولكن الرجلين انت شايفهم دول رجلي انا، وانا شايلك على كتفي، عشان كده رجليك انت مش ظاهرين. فتعجب من هذه الاجابه، وعرف ان الله مش سايبه، بالعكس ماشي معاه وشيل معاه الصليب. وكل واحد ليه مقاسه في التجربه حسب الاحتمال. الله لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل يعطي مع التجربة المنفذ. يعني ربنا بيدي التجربة على مقاس الإنسان، ما بيزودش عليه. واللي يحتمل التجربة ينال إكليل الحياة، واللي ما يحتملهاش ويتزمر عليها يبقى إنسان مسكين يضيع نفسه. في أيضا صليب الأتعاب. صليب الأتعاب، طبعا الدنيا مليانة أتعاب، أتعاب في العمل، أتعاب في المواصلات، أتعاب في تربية الأولاد، أتعاب في مضايقات الناس اللي حواليه، وهكذا في أتعاب كثيرة. ولكن المسيح له المجد قال: ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. وإحنا في التجربة وإحنا في الضيقة وإحنا في التعب هو بيسندنا، يقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. فمهما كانت الأتعاب لكن الله موجود ويسند الإنسان علشان يقدر يحتمل الأتعاب. في أيضا صليب برضو اللي هو صليب حروب الشياطين، وهذه لا تخلو من حياة أي إنسان فينا، لأن احنا في يوم المعمودية جحدنا الشيطان، ولما جحدنا الشيطان قال: انت يعني دخلت معايا في تحدي، طب انا قبلت التحدي ونشوف مين اللي يكسب في الاخر الجوله. ويظل الشياطين يحاربوا الانسان طول العمر، من اول يوم، من يوم المعموديه لغايه نهايه حياه الانسان، حتى بعد ما يموت الشياطين تطارده في الهواء، تطارد روحه. ده اللي حصل مع القديس أبو مقار، الشياطين بقى يعكسوه في كل وقت طول أيامه حياته، وبعد ما مات وخرجت روحه قالوا له: طباك يا مقارة، خلاص. قال لهم: لسه بدري. وفضل يطردوه في الهواء لغاية لما دخل باب الفردوس، قالوا له: طباك يا مقار دلوقتي؟ قال لهم: ايوه فعلا انا خلاص وصلت. فضل يطاردوا حتى بعد الموت. حروب الشياطين لا تنتهي. طبعا كل واحد حسب درجته الروحيه الحرب شغاله معاه. واكثر حرب بتحارب الانسان هي حروب الفكر. أنا ممكن واحد ما يسقطش في الخطية، لكن يسقط الخطية بالفكر فقط، وممكن لو سقط بالفكر ممكن بعد شوية يسقط بالفعل، وهكذا. أو واحد مثلا يدين شخص في فكره، بس بعد شوية ممكن يقعد مع شخص تاني ويجيب سيرة هذا الشخص، بدل ما دخل في خطية الإدانة دخل في خطية اسمها خطية مسك السيرة أو النميمة.
وهكذا هروب الفكر ممكن تتحول إلى فعل أو إلى قول، وهكذا الإنسان يتعرض لهذه الحروب كل ساعة وكل يوم وكل ثانية. حرب شغالة على طول، وحرب دارية. في قصة كده غريبة في بستان الرهبان، الشياطين عاملين اجتماع ومعهم رئيس الشياطين، ورئيس الشياطين بيقول له كل واحد فيهم انت عملت ايه؟ فواحد يقول انا كنت ماشي في الشارع واتنين قاموا على بعض ابتدوا يضربوا بعض ويشتموا بعض، اتلمت الناس دول شويه مع ده وشويه مع التاني وقامت معركه كبيره، ماتت ناس وتعورت ناس. قال له اركن على جنب، طب ما عملتش حاجه. التاني تعال انت عملت ايه؟ انا كنت لي ناس كانوا راكبين المركب وهنا هيكت عليهم البحر فخليت ناس تموت في البحر وناس تغرق وهكذا، انت اركن على جنبك. وهكذا الثالث والرابع والخامس لغايه لما جه راهب، لما جه واحد من الشياطين قال انا بقالي 40 سنة بحارب راهب من الرهبان الى ان اسقطته بالامس في خطيه الزنا. قام بقى رئيس الشياطين وخلع التاج بتاعه وقال له تعالى انت تستلم الرئاسه بتاعي وربسه التاج. قال له انت عملت عمل عظيم. الشيطان مش سهل، شغال مع الانسان ليل نهار وبيحارب الناس المتوحدين بالذات اكتر واكتر. في حاجة اسمها صليب التشكيك، واللي ده اللي حاصل اليومين دول بقى في الانترنت، في حرب اسمها حرب التشكيك. تشكيك في الإيمان، تشكيك في وجود الله، تشكيك في موضوع التجسد الإلهي، تشكيك في صلب المسيح له المجد، تشكيك في قيامة المسيح، وهكذا أمور كثيرة. الشياطين شغالين على يعني على قدم وساق وعمالين يوقعوا الناس في هذه الحروب وهذه الأفكار الشريرة. كل واحد يشيل صليبه ويحمله برضا وبشكر ويقول له يا رب بس انت بس اديني الصليب اللي أقدر أحتمله، عشان أنا مش هقدر أحتمل كل صليب، وفي نفس الوقت تسندني وتكون معايا. مرة راهب من الرهبان كان قاعد كده في القلاية بتاعته جايب شوية خوص عشان يطفرهم، فقال الشيطان خد الخوص وقعد ايه يبحترهم في القلاية كده، قام ولما الخوص تاني وحطه جنبه شويتين الشيطان قالوا تاني خدهم برضو عمل كده بحترهم في القلاية مرة واثنين وثلاثة وعشرة، في الآخر قال يا رب يسوع المسيح أعني انقذني انجدني. فالسيد المسيح راح أبعد عنه الشيطان ووقف الراهب يصلي يقول له يا رب كده برضك بتسيبني الشيطان يلعبوا بيا؟ قال له أنا ما سبتكش، أنت اللي سبتني، لو أنت طلبتني من الأول كنت جيت لك، في الوقت اللي أنت طلبتني فيه أنا جيت لك على طول. الحرب شغالة والشياطين شغالين، ولازم الإنسان يقبل ما يأتي عليه زي ما قلت برضا وبشكر. إن أراد أحد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني كل يوم. ما فيش مرة تقول أنا عايز أرتاح بقى خلاص، مش عايز بقى راحة. الراحة في الأبدية، لكن في الأرض هنا لا، ما فيش راحة. صلاة دائمة، تسبيح دائم، قراءات روحية دائمة في الكتاب المقدس أو كتب الروحية، مواظبة على القداسات والعشيات، مواظبة على الاعتراف والتناول،
وأصبح الأصوام وأصبح الصلوات، كل دي حاجات بتتعب، سواء صلاة أو صوم أو صوم انقطاعي أو من أي حاجات، دي كلها بتتعب، مفيش راحة في الأرض. وبرضو احنا نتقبلها برضا وبشكر، ونقول له يا رب ادينا نعمة وقوة عشان نكمل جهادنا بسلام، وسندنا وقوينا وكمل أيام حياتنا بسلام، لكي يكون لنا نصيبا صالحا معك في ملكوتك الأبدي، بشفاعة القديسة العذراء مريم وصلوات جميع الشهداء والقديسين وصلوات أبينا قداسة البابا تبدروس الثاني وصلوات جميع الآباء الكهنة والأرخنة والشعب المحب للمسيح، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. واختيت سمحوني واذكروني بصلواتكم.